مرحبا بكم متابعين عبر قناتنا طقس العالم. نقدم لكم نشرية جوية خاصة لأهم ما يميز طقس الجزائر يوم الجمعة 4 من شهر أكتوبر 2024. متابعينا الكرام، نتوقع خلال الفترة الصباحية غيوم كثيفة تميز شمال الصحراء والواحات والأوراس، قد تعطي بعض الأمطار على مناطق ورقلة وتجرد باتجاه المغير ووادي سوف. بعض الأمطار ستميز السواحل الوسطى على غرارة بازا، ايضا ولايه الشلف ومستغانم وصولا الى بومرداس. تبقى الرياح تهب على كل المناطق الشماليه. خلال الفتره المسائيه امطار مرتقبه على مناطق خنشله واتبسه وباتنا، بالاضافه الى بعض الامطار ستميز الهضاب العليا، ستكون على شكل زخات خاصه مناطق برج بوعرارج ولايه سطيف وميلا باتجاه بجايه وتزي وزو. الغيوم ستبقى تميز كل المناطق الشمالية إلى غاية شمال الصحراء والواحات وصافية مشمسة أقصى الجنوب الجزائري، مع بقاء لنشاط لرياح مع بعض الزوابع الرملية. سنوافيكم بتفاصيل مهمة في الساعات المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.